يا جماعه الاخبار حاجه كده في السريع. معايا الاول محمد وان اوف ماي بيست ستودنتس. هحاول الفتره الجايه ان انا اصور مواقف من اللي بتحصل لي في الشارع كل يوم مثلا, وان احنا نحاول نقولها بالانجلش. اول موقف معايا النهارده ان محمد عزمني على القهوه. فلما تحب تعزم واحد على حاجه او تقول له خليها عليا المره دي او كده, ممكن تقولها ازاي؟ It's on me or my tree. It's on me or my tree. طب لو عاوزين نمشيها بقى نظام انجليزي وكل واحد يحاسب لنفسه وكده, احنا ما نشوفش بعض تاني, بنقول ايه؟ بنقول Let's go Dutch. Let's go Dutch. طيب حاجه تانية نفتكرها, بما اننا قاعدين على قهوه كده في ناس بتتلخبط في النطق ما بين كلمتين. في فرق ما بين كوفي اللي هي القهوه اللي بتشرب, الدرينك يعني, وكافيه اللي هو البليس المكان اللي بنقعد عليه. يبقى عندنا كوفي وكافيه. كوفي ثانيه بتنتك على الاخر, كافيه. كافيه. تعالى عليكم بقى, يلا سلام.